بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو اذا في هذا الفيديو ان شاء الله سنقوم بتصحيح الامتحان الوطني لماده الرياضيات لهذه السنه المهم قبل ان نبدا هناك ملاحظه بسيطه جدا هو ان هذا الامتحان نوعا ما فيه الخدمه فيه الخدمه يعني ملي كتشد الورقه وكتبدا تخدم التمرين مجموعه من الاسئله كيطلبوا شويه التحليل والتركيب يعني كتجمع فيهم ثلاثه الاسئله او لا سؤال ولا ممكن تجمع حتى الربعه باش بعدا تخرج سؤال واحد يعني نوعا ما فيه الخدمه ونقطه اخرى الله يرضي عليكم حتى اللي كان ناوي مثلا يجيب 19 18 20 17 وما ربما الحلم ديالو ما يتحقق راه ما يبقاش فيه الحال يعني لانه امتحان وطني يعني هناك مجموعه من التلاميذ دوزوا نفس الامتحان يعني حتى كان عندهم اوبجيكتيف كان عندهم هدف انهم يجيبوا نقط ممتازه ولكن قدر الله ما شاء فعل انكم مثلا ما جبتوش هذوك النقط اللي كنتوا باغين وبالتالي مثلا المدارس ملي كيكون النقاط ضعاف راه كيكون ضعاف على المجموعه كامل النقاط هابطين على المجموعه كامل وبالتالي هذوك المدارس اللي كنكونوا دافعين اليوم راه العتبه كتهبط مثلا حنا 20 واحد دافع مثلا عبر اكزومبل 20 واحد دافع على حنا 20 واحد كنا جايبين 18 17 16 16 الفوق والميدسين باغي غير 10 ولا 5 تلاميذ مثلا شي ايكول راه ماشي يهزوا على 10 ولا يهزوا العتبه على 11 ولا 12 ولا 13 حنا اخر نقطه عندنا 16 يعني اما يهزوا على 17 ولا يهزوا على 16 شونس ولكن حنا مثلا ملي كيكون النقاط ضعاف ما يمكنش مثلا بار اول نقطه مثلا 18 واش ممكن تجي هاد ليكول تهز على 18 ولا على 19 لا راه كتهبط العدد اللي باغي مثلا واحد ليكول باغي 300 ولا 400 ولا 500 وباغي مثلا يجي يدوزوا عندهم في الكتابة ومن بعد لونترونتي مثلا 2000 واحد راه ممكن يهبطوا العتاب حتى ل 12 ممكن يهبطوا حتى ل 13 13 11 يعني راه شيء عادي الله يرضي عليكم المهم درت اللي عليكم اللي بذل المجهود اكثر ثم اكثر وما توفقش في هذا الامتحان ما يبقاش فيه الحل ولكن كونوا متاكدين كونوا متاكدين اللي ضرب تمارين في بريباراسيون سيسيون نورمال غادي تنفعوا في بريباراسيون لي ان شاء الله يعني ما يخيبش ما غاديش يضيع المهم نبدا ان شاء الله بالتمرين مثلا نبداو هنا بلي نومبر كومبلكس تبعوا معايا مزيان الله يرضي عليكم لي نومبر كومبلكس vous avez première question. Il vous écrire le nombre complexe A sous forme trigonométrique. Donc, on a A égale mètre racine 2 plus I racine 2. Donc, première chose, on ce qu'on appelle la forme trigonométrique. Première chose, on calcule le modèle. Donc, on a, on a... لو موديل دو ا توجور لو موديل دو ا ايغال غاسين ماذا بارتي غير او كاري بلس بارتي ايماجينير او كاري يعني غاسين دو او كار ممكن نحسب اجينا غاسين غاسين دو او كاري سي دو غاسين دو او كاري سي دو دو بلس دو كاتر غاسين كاتر هي دو دونك لو موديل هو دو دونك ملي كنحسب لو موديل كي ملي نشد لو نمبر كومبلكس ها هو ا كنكتبو كما هو ولكن كنعمل بالموديل يعني ملي غادي نعمل بالموديل غنقسم بارتي غيال على الموديل سي لا بارتي ايماجينير على الموديل صافي سي بون من بعد شنو غادي ندير هنايا غادي نشوف ممكن تستعنوا بآلة حاسبة كوس شكون هو الكوس ديالو كيعطينا غاسين دو سيغدو بليس اي سي لا مييم شوز شكون هو لي السينيز ديالو كيعطينا غا سين دو سيغ دو هنا ممكن ديروا الحاسبه شيفت قوس تكون بالراديان طلع لكم قوس موان ز وعاد ديروا هاد لو نومبر طلع لكم بي سيغ 4 بي سيغ 4 دونك هذا هو لا فورم تريكونومتريه صافي اذا عقلوا عليه لان غدا نحتاجوه ضروري دونك نمر هنا الى السؤال الثاني شنو قال لكم السؤال الثاني فيريفيكو ان بي موان دي ماذا تساوي سي ديما فين ما في كنبغي نبين شي ايغاليتي اما كنطالق من الاولى ونوصل للثانيه ولا من الثانيه نوصل للاولى دونك هنا ممكن نطلق من هنا اون بي موان دي نبينها ماذا تساوي سي اون فا فوا صافي يلا نجي نعوض بي بالقيمه ديالها شح شحال عندنا بي عندكم بي هو هذا اه بليس غاسين دو بليس موان D هي دو اي دونك ها هي بي عاود تبع القيمة ديالها و ناقص هاد دي عاود القيمة ديالها دونك ها هي عدينا هنا أن أه بليس غاسين دو غيس لوي ميم ميمكنش نجمعهم إن ناقص دو إي هي موان إي دونك إلا لاحظتو هذا أن أه بليس غاسين دو موان إي شنو قالو لنا يساوي سي ولكن سي حنا شنو عندنا في المعطيات سي ماذا يساوي بي بار و بي شنو هو هو هذا يعني كحل البي بار هو لو كونجيغي ديال بي يعني هذا 1 جذر 2 اي دونك 1 جذر 2 اي لو كونجيغي ديالها هو 1 جذر 2 اي وهذا راه هو بي بار دونك 1 جذر 2 اي هو بي بار اللي هو سي اف تري دونك هنا نمشيو السؤال الموال للسؤال رقم 2 هذا ا دونك اون باس ب بي. شوف بيان دونك هنا ممكن باش تبان لكم نقلب الورقه دونك شنو السؤال الثاني لا شنو قال لكم السؤال الثاني مثلا باش تبان لكم الكتابه سؤال ب شنو قال لكم نبينو نبينو بان بي غاسين دو بليس ا آه فاكتور آه بي موان ا ماذا تساوي بي موان صافي لقناة تساوي خصنا نلقاو سيدي هي بي موان هادشي لي خصنا نلقاو ال... عن طريق من الاولى غادي نوصل للثانية دونك هي غاسين دو بليس ان آه. فاكتو بي نعوضها بالقيمة ديالها بي شحال عندنا هي ان آه. بليس غاسين دو بليس اي هادي هي بي ناقص آه. أش شحال عندنا ا آه. هي غاسين دو موان اي غاسين دو Ça, c'est bon. Je vais vous racine de plus 1 reste le même. B, a A, y a racine de plus 1 racine de nah? moins 3 je vous vous racine de nah, dou. moins 1 racine de plus 1. Factor, vous 1 plus 1 moins racine de Racine de fois 1 c'est racine de Racine de fois ici, racine de Racine de moins racine de هي موا اي دو فراسين دو هي راسين دو كاري هي دو يعني اي دو بيان دو اي سالينا من راسين دو ندوز لواحد واحد في واحد هي واحد واحد في اي هي اي واحد في ناقص اي راسين دو هي ناقص اي راسين دو دونك شنو كتلاحظو هنايا عاد تشي لينا اي راسين دو مع موا اي راسين دو صافي شنو غتبقى لينا هنا هاي غاس افون غاسين دو بليس هاي غاسين دو بليس هاي moins 2 e plus e هي moins e شوفوا معايا مزيان لارد عليك هاد واحد زائد راسين دو موان اي شنو هي ماشي هي ها ان بلس راسين دو هنا عندنا بلس اي ولكن شنو عندنا موان اي اذا هذيك فحال هي بي بار يعني هاد ان بلس راسين دو موان اي هي بي بار الكونجيكي ديال بي يعني علاش دينا بي ودرنا ليه الكونجيكي عطولي لنا ان بلس راسين دو موان اي اللي هي هادي ها هي وشكون هي بي بار بي بار هي سي يعني بي بار هي سي بي بار تساوي سي دابخي لي دوني وحنا شنو لقينا سي سي ماذا يساوي بي موان دي يعني سي تساوي بي موان دي صافي يعني ها السؤال انتهى هنا دونك اون باس لا كيسيون ا فيريفيكو ان ا تساوي دو بي ماذا تساوي دو دونك ممكن نطلق من آه سي ها هي اون ا آه سي ايجاد. نحاول نلقاها ماذا هي دو

شوف معايا مزيان، عوضناها بالقيمة ديالها و س عوضناها بالقيمة ديالها، دابا ندير ديفلوبمون، غاسين دو فوا أ هي غاسين دو، و غاسين دو فوا غاسين دو هي غاسين دو أوكاري دو، و غاسين دو فوا إي هي موان إي غاسين دو، ندوز لنا عاوتاني، إي غاسين دو فوا أ هي إي غاسين دو، إي غاسين دو فوا غاسين دو إي، أتبقى كما هي، غاسين دو فغاسين دو هي غاسين دو أوكاري اللي هي دو، دو إي، إي غاسين دو في إي، شوفو لارضيلك. زائد مع ناقص أنا ناقص اي مع اي اي او كاري هي موان مع الموا تولي بي غتبقى غاسين صافي اذا شنو كنلاحظ هنايا عاد تشينا موا اي غاسين دو مع اي غاسين دو و دو غاسين دو بليس غاسين دو ماذا هي دو غاسين دو و هنا بليس دو و هنا غتبقى بليس دو اي شنو هو لو فاكتور هنا و هنا طبعا غتقول لي هي و هادو لا عملنا بدو غتبقى هنا غاسين دو و هنا شنو غتبقى اه هنا شنو غتبقى اي هذه هي بي صافي هنا غير واحد الملاحظه نرد عليكم بالنسبه للسؤال الثاني ا السؤال الثاني ا قال لك اي دي دوير كولي بوين ا بي سي دي سون الين ما فيريفيناش ما درناش الفيريفيكاسيون هاي سؤال A. رجعوا السؤال الثاني ا نرجعوا للسؤال الثاني ا عفوا السؤال الثاني ب شنو عندنا حنايا اون غاسين دو بليس ان فاكتور ماذا بي موان أ اه إيكال بي موان اه دي هوما شنو قالك؟ نبينوا بأن أ هي ديجا عندي لافيكس ديال أ و بي هو ديجا عندي لافيكس ديال بي و دي هو ديجا عندي لافيكس ديال دي نبين بأن هاد لي طروا بوان سو ألينين دونك ملي كنقول واحد طروا بوان سو ألينين يعني مثلا هنا لاش دينا بي موان دي على بي أ اه هاد بي موان أ اه رجعنا لنا تولي قسمة لأنو عندنا الضرب شنو غيبقالنا غاسين دو بليس أن اه. هذا ستان نومبر غيال ابارتينا ار دونك ملي كيكون لو غابور بي موان دي على بي موان ا ابارتينا ار يعني هذا شنو كيعني يعني بان النقط ا بي اي الين هنا غير كملاحظه حتى مثلا اللي دار هذه القاعده مثلا بي موان دي اللي جاب لهنا مثلا في حاله ما فيكم شي واحد عندكم دابا مثلا غاسين دو بليس ان ب 1 ا تساوي ب موان في حالة ما هيا عندنا ب موان ا آه اللي جاب ب الطرف وغاسين دو بليس ان آه دا الطرف الأخر يعني واحد على غاسين دو بليس ان آه. صافي نولي نعاود نشرحها ب موان هنا على ب موان تنقسم على وهناك تبقى واحد غاسين دو بليس ان آه عندي الطرف الاخر تولي قسمه لأن هذا كذلك أبارتنا انا يعني كذلك لي بوان ا بي ديسون ا لين يعني لي دو ميطود سون سون دونك هنا نمر السؤال الموالي دونك هنا نولي السؤال الثالث ا ديجا فيريفينا بان ا سي تساوي دو بي لان نحتاج السؤال دابا شنو قال لكم اون دي كو دو ارغي موديل بي قال لكم دو ارغي موديل بي موديلو كونغري بي سي 4 موديلو دوب يعني توافق بي سي 4 موديلو دوب كيفاش غادي نبينها ملي كيقول لكم اون يعني حاول نستعمل السؤال اللي قبل صافي يعني اون ديدوير نحاول يعني نستعمل ما امكن السؤال اللي قبل دائما يلا حنا شنو عندنا ا سي قال دو بي الا جيت دخلت أنا لارغيمو يعني بحال لي لارغيمو ديال دو كونغري كذلك هنا لارغيمو ا سي موديلو دو صافي وعلى ما نبحث انايا خصني نلقى لارغيمون دو ارغ موديل بي كونغري غي بي سي 4 موديل دو بي دونك هنايا عندنا واحد الفورميل ملي كيكون عندنا لارغيمون موديل لو برودوي كنفرقهم يعني الارغي مو بحال كتلعب دور ديال ال ان ال ان ديال اف او بي, اللازل اللازل مش دو بي هي ال ان ديال ا بلس ال ان دو بي عافاك او بيرسون كون سون بوزيتيف ولكن بالنسبه لا لي زارغي ماشي مشكل دونك لارغيمون موديل دو فوا بي بحال هي لارغيمون دو بلس لارغيمون موديل بي كونغري هنا كذلك ممكن ندير لو لو برودوي يرجع لا سوم هو لارغي موديل ا بلس لارغي موديل سي موديل 2 صافي يلا لارغي موديل 2 بويس دو ستان نمبر بوزيتيف يعني لارغي موديل زيرو هذا الشيء غتبقى لنا غير لارغي موديل بي دونك غير لارغي ا بلس لارغي سي نمشي نشوف في المعطيات سي شنو هو سي في المعطيات سي في المعطيات عندنا سي مادا تساوي بي بار يعني سي نعوضها بي بار درنا موديلو دو بي على من حنا كنبحثو على لارغ موديل بي يعني هيا وهنا عندنا قاعدة لارد عليكم يعني لارغ موديل بي كونغري لارغ موديل ا ديجا لقينا قبيلات لافورم تريغونوميتريك ايوا نشوف ها انتم ديجا قبيلات لقينا ا الفورم تريغونوميتريك ديال ا شنو لقيناه هو دوم عامل كوس ديال بي سي 4 بلس اي سي ديال بي سي 4 يعني لارغ موديل ا هو بي سي 4 دونك حنا مباشره نجي نكتب لارغ موديل ا هو بي سي 4 بلس هنا عندنا قاعده لارغيمو ديال زات بار لارغيمو ديال زات بار هي ناقص ناقص لارغيمو ديال موديل دوب يعني لارغيمو ديال بي بار هتكون هي ناقص لارغيمو ديال بي موديل دوب الان كنبحث هنا على لارغيمو ديال بي دوك هذا الناقص نرجع للطرف الاخر هتولي لارغيمو ديال بي بلس لارغيمو ديال بي وهنا غتبقى

Quatrième question. Quel que soit r, la rotation de centre O. une rotation r, centre de O. l'angle de 4. tu transforme chaque point M du plan z en un point M' d'afix z'. La première question que que z' égal à 1 sur a z. Alors, on a un de la rotation. Il est complexe de la rotation. y a r de l'angle. Je connais le point de la rotation, l'autre point. M, M des plans. Affixez Z en affin. R la rotation de centre O Et qui transforme chaque point M. Il y a un. Il y qui transforme chaque point M. Il y a un R de m Tu sais, m impré. Et qui va. Et puis, il y a un match complexe mobile sur la rotation. Aou là, on dit le formule. Il y a un mnuge. Tu sais, O impré. Tu sais ce que O. O voilà la fixe centrale. O, M, E, Ça veut dire Donc, équivalent. O, M', si on la fixe de prime. M', Z', moins ZO. Z', moins ZO. ZO, la fixe de l'O, zéro. C'est la fix Égal. O, M, la fixe de l'O, est zéro. on, la fixe de M, zéro. O, la fixe est E. je vais On y a P sur 4

دونك شوف معي مزيان زاد تبقى كما هي وكي حنا فين باغي نوصلوا ها زاد بقات كما هي ا سيغ دو منين نجيبها حنا ديجا لقينا الفورم تريغونومتريك ديال ا ا ماذا يساوي شنو لقينا قبيله ا لقينا هو دو عامل كوس بي سي 4 بلس اي سينس بي سي 4 هذا لقيناه قبلت لا فورم تريغونومتريك دونك حنا الا بغينا مثلا غير هذا ها هو دو نرجع الطرف الاخرين تولي ا سيغ دو ماذا يساوي الكوس ديال بي سي 4

كتب السؤال بي شنو قال لكم هنا اون ديدوي اون ديدوي كو ار ديال سي ماذا تساوي بي اي كو ار ديال ا ماذا تساوي دي صح ستري دونك هنا غير ملاحظه بسيطه جدا ملي كيقول لك اون ديدوي غنحاول نستعمل هنا ار يعني اون لا <applause> روتاسيون يعني نحاول نستعمل لي كريتير كومبلكس ديال الروتاسيون اللي كانت عندي قبل دونك هي اون شوفوا معايا مزيان ها انتم اون ار ديال ام تساوي ام بريم ايكيفال شنو عطاتنا لي كريتير كومبلكس اللي, اللي عطاتنا هي دي زد بريم تساوي ان دو مي ان زد دونك غادي لحنا ار ديال سي تساوي بي ايكيفال كفحال لي ام بريم تلعب الدور ديال ال بي بي يلعب الدور ديال ام بريم و سي يلعب الدور ديال ام يعني كفحال لي زد بريم نعوضها بلافيكس ديال بي ان دومين ا صافي ا و زد هناك بحال عندنا ام الساع أه... لعب الدور ديال ام يعني لافيكس ديال ام نعوضو بلافيكس ديال سين يعني زاد نعوضها بالسين ولكن شنو خصني نلقى انا بي خصني فعلا نلقى بي هي هاد لي كريتير هادي ان بليس راسين دو بليس ا خصني نلقاها هي اون فافوا دونك هي ان دومين ا السن شحال عندنا حنايا شوف الله يرضي عليكم شوف معايا مزيان هنا ديجا عندنا اس هاي نيشان شوف اس هاي اس ماذا تساوي دوب يعني اس ماذا تساوي دوب نيشان نعوضها بدوب ها هنا بين قوسين اس ديجا عندنا تساوي هي دوب شنو هادشي هادشي دو مع دو تبقى يعني فعلا دونك ار ديال سي تساوي بي يعني بي اون بي

لا فيكس زيد تنعوض زي ضرب طيب ا تولي ا آه او كار ان دي تساوي ان دومي مي و اف ا آه هي ا او آه كار ولكن شنو عطاونا دي شحال خصني نلقى دي يساوي خصني نلقى دي يساوي عفوا خصني نلقى دي ماذا يساوي دو فوا يعني هنا خصني نلقى دو فوا هدي هي دي باش نقول بان دي هو ليماج ديال ابار لا روتاسيون ار خصني نلقى دي ايكال دو اي اون فوا فوا ديال ان دومي ا اه او كاري كيفاش غادي نحسب ا اه او كاري سي با لابين باش تجيو لهنايا غاسين دو مثلا بلس اي غاسين دو دير او كاري تا هي سي جيست اولا نتوما ديجا عندكم ها نتوما فوزافي ا اه. ماذا يساوي هو دو فاكتور كوس ديال بي سي 4 بلس اي سين زي بي سي 4 دونك الى درنا هنا او كاري ا اه او كاري تا ندير او كاري وتهنا عندي الاو كاري ولكن كيف حالي نطبق هاد الفورميلا هادي ديجا عندكم يعني تجي يعني دو فوا بي سي كاتر بليس اي سينيس دو فوا بي سي كاتر صافي يعني عندكم هاد الفورميلا كوس تيتا بليس اي سينيس تيتا تو ا لابوسونس ان هي الكوس ديال ماذا ان فوا تيتا بليس اي سينيس سيني ان سين فوا تيتا صافي سي بون شحال دو او كاري هي كاتر هنا تبقى الكوس

طيب دونك نتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله حتى ولو لقيتوا شي سؤال عندكم ماشي هو هذا كاع ما يبقى فيكم الحال لا عليكم المهم ان شاء الله القادم يكون افضل القادم يكون افضل حتى ولو تعطلتوا في هذا الامتحان بامكانكم تجازوا لي كونكور بسهوله انا كنقولها لكم الله عليكم دونك هنا نمر الى السؤال الاخير شنو قال لكم الله عليكم شوفوا معايا مزيان سي مونطون كوم, أن بي موان أ على سي موان أ تساوي غاسين دو موان زان على دون فوا إذا هنا غير واحد الملاحظة, يعني كفلي اللي من هنا نوصل لهنا, يلا هاديك, كفلي غادي ننطلق من بي موان أ, هاي أون بي موان أ على سي موان أ تساوي, 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 خاصني نلقى ماذا هي غاسين دو موان زان. على دون فوا هادشي اللي خصني نلقى هنا غير كملاحظة غير كملاحظة الله يرضي عليكم مثلا بي موان ا آه ديجا عندكم في المعطيات هاي هي عندي في المعطيات بي موان ا آه. و سي موان ا آه ما عنديش في المعطيات يعني مثلا بي موان ا آه فيك يقدر فيكم شي واحد يجي يقول بي موان ا آه مثلا هي بي موان دي على راسين دو بليس ان آه ممكن ولكن مثلا السي ا منين غادي نجيب السي بما انهم ما عطاوكم هاد لي كيسيو هادو عطاوكم ار ديال سي و ار ديال ا تساوي ضروري نستعملهم هاي قلنا ار ديال سي تساوي بي شنو عطاتنا ار ديال سي تساوي بي شنو عطاتنا اخر عيال ار ديال سي نكتبو هادي بعدا ار ديال ا تساوي دي شنو عطاتنا هادي هاي نكتبوها دي تساوي واحد على جوج ا آه او هاي ار ديال ا آه تساوي دي أعطتنا بان دي يساوي واحد على جوج ا آه لاحظوا معايا مزيان يعني ضربنا هنا في جوج وهنا في جوج جوج دي تساوي ا آه او هاي ها الاولى و ار, دي سي. أر دي سي تساوي بي شنو عطاتنا ار ديال سي ار تساوي بي عطاتنا هي بي تساوي واحد على جوج أس هذه عطاتها لينا يعني كذلك هنا جوج بي ماذا تساوي أس مهمة القائد صافي ار دي سي تساوي بي عطاتنا بان بي تساوي واحد على جوج اس يعني ضربنا هنا في دو هنا في دو عطاتنا دو بي ايغال دو اس سي راه نشوف دو دي ايغال ا آه او كاري الى جمعنا هذه مع هذه يعني دو بي موان دو دي شنو عطاتنا ا موان ا آه او كاري إذا هنا شنو هو الفاكتور كما هنا وهنا هنا دو إلا عملنا بدو شنو غتبقى لينا بي موان هنا إلا عملنا ب أ لينا سي موان أ اه. شوفوا معايا مزيان يعني سي موان أ دابا هنا عن جن هانتو ها معايا مزيان مع دونك بي موان أ اه هيا كما هي ولكن سي موان اه هادشي فاش قلت دابا كاين فيكم دي اللي غادي يجي لهنا اي اي اه بانت ولكن بي موان ما عندوش يعني هنا نحاول سي موان ا اه فحال نكتبها اون ديال بي و دي نجيبها من يعني. دونك سي انا اه باغي سي موان اه هاد الطرف الاخر تولي دو عامل بي موان على ا ماذا تساوي سي موان اه. صافي المهم دونك سي موان غنعوضها اه بهاد الفورمي يعني بدو عامل بي موان على ا اه. صافي كيف حلي نضرب هنا شوف ها هي بي آه. موان ا على بي موان دي شوف هنا راك فحال لي جوج على ا آه. لانفيرس ديالها يولي هو ا آه على جوج نحاول نبسطها اكثر بي موان ا آه بقات كما هي ها هي بي موان دي بقات كما هي هذا راك فحال لي جوج ها هي نجيب ا آه لهنا هاي جوج على ا آه. لانفيرس ديالها هو ا آه على جوج صافي تري بيان يلا هذا بهذا بي موان دي

شحال واحد غاسين دو بليس ان آه. بحال اللي غنضرب في الكونجيكي شنو هو الكونجيكي ديال غاسين دو بليس ان آه؟ هو غاسين دو موان زان صافي وهنا اللي غنضرب فيه في المقام غنضرب فيه في البسط دونك غتبقى لينا الفوق غاسين دو موان زان غاسين دو بليس ان آه. عامل غاسين دو موان زان هو غاسين دو اوكاري اللي هي دو موان ان آه. اوكاري اللي هي ان آه. جوج ناقص واحد هي واحد تبقى جدار جوج ناقص واحد يعني بي موان آه ا على بي موان دي غيكون هو غاسين دو موان زان يعني هاد بي مو اعلى بي مو دي ني شانجي نعوضها بغاسين دو موان زان وعنضرب في اعلى دو صافي وهادي هي هادي يعني. صافي دونك هي غاسين دو موان ان زان على دو هنا كفحلي شنو على واحد غاسين دو موان ان زان ها هي واحد في جوج هي جوج تبقى هنا خلاص تخي بيان دونك راه سي با فاسيل عليكم ليدي ولكن نتمنى من الله سبحانه وتعالى انكم تكونوا خدمتو دونك هنايا نمر الى السؤال الاخير نفس بالنسبه لكم كتابه مثلا ها هي شنو قال لكم هنا اون دي دوير ان ميزير دو لونغ حتى ولو ما دارش فيكم شي واحد الشيء دابا هنا السؤال على 0.5 راك بحال لي هادي تكون عليها 0.25 وهادي 0.25 يعني دابا جنح... نعرف نحدد انا لا ميزير ها نتوما لا ميزير ديال ا سي ا بي كيفاش كنحدد لاميز ديال لونكل ديما كندير لارغيمون ديال ماذا ديما الفيكتور اللي عندي ا دغوات كندير لافيكس ديالها لفوق شنو هو لافيكس ديال الفيكتور ابي هو بي موان ا سين كنديرها في المقام لافيكس ديال الفيكتور اس اللي عندي الفيكتور اللي كتكون عندي هنا ا غوش كندير لافيكس ديالها في المقام لافيكس ديال الفيكتور سي هو سي موان ا وهاد بي موان ا على سي موان ا هي دي. يعني عندي هنايا لارغيمون ديال ماذا هاد بي على اه سي موا ا اه هاد العدد هذا هو غاسين دو موان زا على دو ف ا موديلو دو بي عاد قبيله قلناها في التمرين ديما لارغي موديل لو برودوي كتعطينا هي دي لا ديال لي زارغيمو يعني هي لارغي موديل غاسين دو موان زا على دو بلوس لارغي بلو موديل ا موديلو دو بي بما ان هاد العدد ستان نومبر غيل ستريكتوم بوزيتيف يعني لارغيمو ديالو تكون زيرو كو كان العدد نيجاتيف غادا تكون بي صافي ردوا لي البال غاسين دو موان سي دو يكون نمبر بوزيتيف يعني لارغ موديلو ايكال زيرو غتبقى لارغ موديل ا آه. موديلو دوب و ا ديجا حددنا الفورم تريغونومتريك ديالو قبيلات شحال لقينا لارغ مو هي بي سي 4 موديلو دو دونك الى هنا ننهي هذا التمرين وان شاء الله نتمنى الله سبحانه وتعالى انكم تكونوا استفدتوا من هذا التصحيح وكيف ما قلت لكم ما يبقاش فيكم الحال يعني تحاولوا ما امكن راه مهم دوزتو درتو اللي عليكم درتو مجهود الحمد لله المهم راسكم هذا قدر الله انكم ما خدمتوش بقى لكم شي تمرين بقى لكم شي اسئله كاع ما يبقى فيكم الحال كونوا متاكدين ما تخليوش هادشي ياثر عليكم انا باقا نتابع لكم لي كونكور ان شاء الله ما تخليوش هادشي ياثر عليكم حاولوا تاخذوا واحد البروغرام اخر هادشي بحال اللي يعطيكم دفعه انكم تزيدوا تبحثوا انكم تزيدوا تكونوا راسكم باش ان شاء الله تجيبوا لي كونكور ان شاء الله اذا دمتم في رعايه الله والسلام عليكم